أنا المزارعة مها محمد رباه العطار، عمري 39، ساكنة في بيت لاهي الشمال. أنا عندي 6 بنات وولد وأنا وجوزي، إحنا عايشين في بيت العيلة، وعندي بنت في الجامعة، عندي ولد وبنت في الجامعة الكبار. إحنا دخلنا الوحيد اللي هو الزراعة، مركزين كلنا على حياتنا على الزراعة. باجي أنا وولادي وبيتي، يعني كل البيت بنيجي عشان إيش؟ نوفر عمال، لانه ما فيش شيء الزرع كمان، وضعها المادي مش كتير، يعني دوبهم معيشانا يعني. واجع المزارع مع جوزي شيء اللي هي قصة. اول كانت عندنا الاجتياحات قبل الحروب، كانت عندنا مستوطنة الدقيت اللي هي هذه موجودة، اللي هو طلعوا منها. كنا متأجرين ارض جنب ارضنا هذه تقريبا، كنا نزرعها، كان فيها مطار وما نقدرش نوصل لها من اليهود، وما حدش يجي يعني من الشباب يشتغل معانا او يجازف على روحه، لانه كانت اليهود تطخ علينا. فكنت انا اجي اجازف على نفسي، اجيب امي، اجيب حماتي، يعني اجيب حدا من النسوان الحارة، واجي انا معي رخصة سواقة من تقريبا 17 سنة. كانت عندنا سيارة وكنت انا اجي فيها واجيب نسوان الحارة، واجي هنا ازقي ممكن في شي بدوط القيد، اجيب اولادي ورا السيارة يرفعوا رايات بيض شي زي هيك، ونيجي نلقط يعني ازقي ونلقط الخيار البندورة اللي كانوا عندنا، واخذ اولادي واطلع فيهم، وارجع انا اخذ نقل ونقلتين حسب الوضع ما يكون مستقر. فهذا خلينا اضطر اني اجي مع جوزي على الشغل وش زي، فصارت يعني كيف خلص صارت حياه يوميه في حياتي، فخلص سمتني مستمره هيك. وفي الحروب كذلك برضك، هي كانت اول بديت اجتياحات، وفي الحروب كذلك كنت اجي انا وبيتي، كنت اجازف على نفسي واجي اسقي الخضره عشان ما تخربش، ممكن في بدوط القيد القط، لانه الخيار ما بصبرش انت عارف، يوم بعد يوم بتلاقي الدفات ما عاد بدوط القيد خلص خرب. الحرب 2008 طبعا كنا برضك زارعين، كنا زارعين ارضنا خيار وبندورة نفس الحاجة. اجت اليهود وجرفت، لانه كانوا لسه مش طالعين من المنطقة في 2008، كانت دقيتان وكانت قريبة، كانوا الدبابات يطلعوا ينزلوا وكلهم جرفوها، خوش انه ولا حاجة. فاضطريت انا كانت معي شوية ذهب، فاضطريت اني بعتهم عشان اقدر انصب الحمامات، ودينا شوية فلوس من الناس طبعا من الزراعة. وبعد ما صرت القط وش زي هيك كنت اسد الديون اللي يعني اخذناها من الناس القروض، كنت اسدها. 2014 برضك اللي طبعا ما قدرناش نوصل للمزارع بردك، انا ما استسلمتش، كنت اول فتره يعني كنت اجي اسقي الارض على اساس انها ما تنشفش. الخيار طبعا كنت اجيب بنات وبردك اجي، وكان ابني اجيبه معايا ولملم شويه يعني عشان هم صغار، يعني كان ايش يقول احطه مره في السياره او شيء. فلقيت بردك نفس الحاجه، صار شويه تضايقت الامور وما قدرناش نوصل للمزرعه. الخيار طبعا نشف من قله الزياده، قعدنا 50 يوم تقريبا. فارس طبعا مرحلين وما قدرناش نوصل للمدرسه، لان رحلنا من منطقتنا احنا كمان اساسا بيوتنا، ورحلنا على المدارس في الانيروا، فما قدرناش نوصل هنا. فاجينا لقينا الخضره لا شمام، شمام كله ناشف، والخيار كله ناشف واصفر، وما تعوضناش حاجه برضه. فكانت عندنا سياره، فاضطريت اني ايش اضطرينا نبيع السياره، لانه بدنا نجدد كمان زرع، وما فيش فلوس، لانه زرعه كانت اولها لسه، ومستسلمناش الحياه برضه. رجعنا تاني وربنا ان شاء الله يعوض علينا، وزرعنا رجعنا تاني نشتغل ونجدد في الحياه. بحب شغلي وبحب اجي على المزرعة، عندي روتين زي حاجه زي الانسان مثلا موظف او عنده حاجه روتين عمله، انا بتريحش الا من اجي على المزرعة. يعني اذا ما جيتش يوم عنده بحس نقص في حياتي كبير، بحسها في دمي خلص، يعني حاجه خلص اساسيه في حياتي اني كل يوم اجي واشتغل. حتى لو كانش في شيء عندي شغل لازم اطلع اي حاجه واشتغلها لازم. وانا بزرع في ولادي حب الارض، لان خلص الارض زي الوطن، خلص وطنك هذه، انا كثير بحبها وبعشقها الارض. اجت جمعية تطوير بيت لاهي طبعا على الخضرة عندنا وعجبتهم، واخذوا منا كمية بندورة. طبعا السوق احسن من اسعار السوق، يعني عملت يعني رفعت شوية من سعرها، طبعا هذا حاجة كويسة. كان عندي شوية والله ساعدت شوية، انا اخذت منهم يعني ساعدوني، واديتهم لاولادي رسوم للجامعة، كمان في اولادي في رسوم الجامعة، ما ردوش يدخلوا اولادي امتحانات بدون رسوم. المشروع هذا ما يكونش في رمضان بس، يكون على مدار السنة. وأنا بشكر جمعية تطوير بيت لاهية ومؤسسة كنظر.